السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن شاء الله في هذه الحلقة غادي نقدم لكم غراتان اللي كيجي سهل بزاف وسريع. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. خليكم مع مقادير وطريقة ديال التحضير. فبالنسبة للمقادير كنحتاجو ليبات، أي نوع ديال ليبات اللي عندكم، معجنات أو العجائن كيف كتقولو. غادي نسلقوها بشوية ديال زيت العود وشوية الملحة وغادي نصفيوها. غادي نحتاجو الزبدة باش ندهنو المول، غنحتاجو صلصة البولونيز اللي غادي نحلي لكم وصفة المقادير ديالها والطريقة ديال التحضير ديالها في صندوق الوصف، كذلك صلصة البيشاميل، كذلك غادي نحط لكم الطريقة ديال التحضير ديالها في صندوق الوصف. وغنحتاجو الجبن المبشور او لا جبن موتزاريلا او لا الجبن الاحمر اللي متوفر عندكم. فاول حاجه كيف شفتوا دهنت المول بالزبده، درت طبقه اولى ديال المعجنات. فانا هنا استعملت هذا النوع، يمكن لكم تستعملوا اي نوع متوفر عندكم. غندير كطبقه ثانيه صلصه البولونيز، فغادي نحاول نوزعها بشكل متساوي في فوق لي بات. من بعد ما يعني وزعتها غادي ندير دابا نصف الكمية تاع صلصة البيشاميل. ان شاء الله غتلقاو الليان ديالهم ديال الوصفات ديال هاد جوج صلصات، غتلقاوهم في صندوق الوصف لتحت. فغادي نحاول نوزع هذيك الكميه اللي درت ديال المايو ديال صلصه البيشاميل. من بعد انا استعملت هنا جبن الساندويش، يمكن لكم تستعملوا جبن الاحمر او الموتزاريلا اللي متوفر عندكم. فدرته كطبقه رابعه. من بعد غادي ندير الطبقه المتبقيه من لي بات اللي عندي، غادي نحاول حتى هي نوزعها. فمن بعد غادي ندير الطبقه الاخيره اللي هي صلصه البيشاميل المتبقيه، غادي نحاول كذلك نوزعها بشكل متساوي. وفي الاخير غادي ندير الجبن المبشور. غادي كيف قلت لكم اي نوع عندكم تستعملوا، انا هنا استعمل جبن الموتزاريلا. ومن بعد غادي ندخلها الفرن تحمر او لا يعني كل شيء عندي طايب، فقط تاخذ اللون الذهبي من فوق. وان شاء الله نقدمها لكم في الطبق الاخير ونتلاقاو ان شاء الله.
ها هو الطبق ديالنا من بعد ما طاب، فكيف كتشوفوا راه كيجي رائع ولذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع الناس اللي تتعرفوا، ولا عجبكم الفيديو تعملوه جيم وتشتركوا في القناة اللي باقي ما اشتركش ويضغط على الجرس باش دائما يوصلوا الجديد ديال القناة. وشهية طيبة، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة.